طيب هنكمل كلامنا مع مستر اوجاستي بوش، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير مع جمهور النادي الاهلي ماذا يقول لمستر اوجاستي بوش. مستر اوجاستي طبعا حول الفريق تحويل 180 درجه، عامه خلى شكل الفريق يعني زي الفرق الاوروبيه، وده اختيار موفق طبعا من مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي، وبهنيه على اللي هو عمله في اخر اشتراك في البطوله العربيه، وحاجه بصراحه بدايه مبشره يعني باذن الله، واتمنى له التوفيق في اللي جاي. الرساله اللي وجهها له يا ريت يستمر على نفس المستوى ده، ولان بالمستوى ده احنا تقريبا هنقدر ناخد جوائز عالميه، يعني ممكن الفريق ده يوصل للعالميه ان شاء الله باذن الله تعالى. انا اشكره جدا، ويا ريت بقى يشتغل على الهجوم بسرعه، وزي ما طور الدفاع بتاع الاهلي يطور الهجوم بتاعه. فريق فرق جدا خاصه ناحيه الدفاع، وحققنا معاه بطوله منطقه القاهره وبطوله الانديه العربيه في وقت صغير جدا يعني. لا فرق جدا، ونتمنى له كل التوفيق يعني. انا تقريبا انا شايف ان في تطور في اداء فريق كره السله، خد بطولتين في فتره قصيره جدا، والبطوله العربيه، وكمان فزنا على النادي الاتحاد السكندري، ديت حاجه بردك يحسب للكابتن اوجاستي. انا بتمنى التوفيق لفريق السله وبقيه فرق الرياضيه في النادي. انا مبسوط بالفريق كله على بعضه، ابتدت تخش فيه روح شخصيه البطل اللي هي موجوده في الفريق بتاع كرة القدم. طبعا مستر اوجاستي عمل فرق كبير جدا جدا، شكل الفرقة والتغييرات والتاكتيك، وانه هو غير في شكل التيم، وغير في اللعيبة بتنزل امتى وبتطلع امتى. يعني الكويت الكويتي الماتش اللي فات، اللي هو ماتش الاهلي ضد الكويت الكويتي، عمل ماتش رائع يعني، في كوتشنج بجد صراحة، وكان اضافة كبيرة جدا للنادي، وفرق جدا مع الفريق، و تغييراته مؤثرة جدا. آخر كم ماتش اتفرجت عليهم صراحة تغييرات فرقوا جدا في مع الفريق يعني، تغييراته كلها صح يعني، وجاب بطولتين في وقت قصير جدا يعني، فما شاء الله عليه يعني. يعني فخر لينا اللي احنا نشوف مدرب زي ده في نادي الأهلي يعني. يعني جمهور النادي الاهلي بيعقد على وجودك امال كبيره جدا في الفوز بالبطولات القادمه، ما فات فات، ما هو قادم فهو اصعب. انا اعتقد انا اتوقع موسم وبطوله قادمه تكون صعبه، فسيكون هناك بطوله قادمه اعتقد انها ستكون صعبه للغايه، وكابتن بيبو كما قال لنا الان الخصم سيكون في انتظارنا ويريد ان يهزم الاهلي بعد هذه البطوله، ولديه شغف الان اكثر، ونتوقع ان تكون أو يكون موسم صعب للغاية، ولكن أنا والجهاز الفني واللاعبين كلنا نركز على تطوير أدائنا حتى نصل في النهاية للفوز بأكبر قدر ممكن من البطولات.